بسم الله الرحمن الرحيم والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين تحدث مشكله اصفرار الاسنان نتيجه عدم الاهتمام بنظافه الاسنان والعنايه بها بطريقه سليمه او بسبب الماكولات والمشروبات الملونه مثلا كالقهوه والشاي كما تسبب بعض العادات اليوميه السيئه مثلا عند الرجال كالتدخين تصبغ الاسنان وتلونها وهناك الكثير من الطرق والوسائل التي تساعد في التخلص من هذا الاسفرار والحصول على أسنان بيضاء براقة منها ما يحتاج منها قلت ما يحتاج لطبيب الأسنان مثل التبييض بالليزر والتبييض باللصقات أو عن طريق البلازما والزوم، وكذلك توجد وصفات يمكننا القيام بها في المنزل باستخدام باستخدام عفوا مواد طبيعية موجودة في كل بيت، والمكون لهذا الفيديو لنهار اليوم هو الفحم، الفحم المنشط، هذه هي علبة الفحم المنشط لمن طلبوا مني العلبة. متواجد عند الصيدلي الفحم المنشط هو متواجد عند الصيدلي يعمل على تنقيه الجسم يخلص من الغازات هذا معروف اي صيدلي تطلبين منه الفحم الذي يخلص من الغازات مباشره يعطيك الفحم ولكنه متواجد بنوعين هناك السائل وهناك البودره اي نوع تجدينه يمكن استخدامه للوصفات الفحم يعتبر من أفضل الطرق الطبيعية التي يمكن اتباعها من أجل تبييض الأسنان فهو لا يحتوي على مواد كيميائية تضر مينا الأسنان ولا يسبب أي التهابات في أنسجة اللثة بل على العكس حيث يقوم بجذب الكالسيوم والمعادن الضرورية لتقوية الأسنان وصحتها وبالاضافة إلى قدرته على امتصاص التصبغات التي تغير من لونها وذلك عن طريق اولا ناخذ معجون الاسنان الخاص بنا الطريقة هي كالاتي لعمل معجون الفحم اي المعجون الاسود صار الان متوفر في الاسواق ناخذ معجون الخاص بنا نصف علبة ونأخذ اما ملعقه شاي صغيره من بودره الفحم الفحم بودره الفحم قلت وتوجد كذلك الفحم بالنوع السائل هناك الفحم بالنوع السائل كذلك يمكن استخدامه في هذه الوصفه هذا هو الفحم السائل لاحظي معي في حاله توفر فقط الفحم السائل استخدمي كبسولتين منه اذا توفر من النوع البودره استخدمي اربع كبسولات اضفت هنا ملعقه شاي من البودره وواحده فقط من الفحم السائل لانه يحتوي على خلاصه اليانسون وخلاصه النعناع به رائحه طيبه جدا فمعدون الأسنان يصبح برائحة جميلة جدا، نخلط المكونات جيدا بهذا الشكل حتى الحصول على معجون الفحم، والمتوفر في الأسواق ولكن ثمنه غالي نوعا ما، يمكن إعداده في البيت بهذا الشكل، لأن مادة الكربون المركزة داخل الفحم تتحد مع الترسبات التي تتكون فوق السن لتساعده على التخلص منها ومساعدة الفحم على العمل سريعا لتبييض الأسنان ومن أول استخدام. طريقة استخدام هذا المعجون بالطريقة العادية لاستخدامك لمعجونك اليومي بهذا الشكل ونستخدمه وبكل أمان. صالح الاستخدام للحوامل والمرضعات وكذلك الاطفال الصغار يمكنهم استخدامه وبكل امان حتى الرجال يمكنهم استخدامه معجون الاسنان هذا صالح الاستخدام حتى نفاذ الكميه ويمكن الاحتفاظ به في الحمام و دون ان يفسد بالاخير لا تنسوا الاشتراك بالقناه ومشاركه هذا الفيديو حتى تعم الفائده اترككم في رعايه الله وحفظه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته